السيارة الجوية واحد السيارة جاية هي تترك وطني عمودية بالأمس أرى منظمة حملة تخصيصية بمناسبة الأحوال الجوية تحت شعار المطر نعمة فلا تجعله نقمة يتسوق صوت الغمضك وستو في الضباب والقوة الجوية الرادئة فضل الله يسهل أجزاك عجلة الخلفية والأمامية خاصة للمسافة الجوجل وتخلي المسافة القانونية بينك وبين صحابك داكور خويا العزيز ديري في كلش خاصة في النوم مسح الضباب كي يكون في الليل الضباب والنوم قاري من المستحسن تقاري خير وتخمم على روحك وعلى اللي معاك والناس بكري واش يقولوا سوق ليك والغير داكور خويا العزيز وربي يجيك من صلاح قلنا ذاك من صلاحيه المركبه اضافه الى توخي الحيطه والحذر اداء السياقه المحرجه تفادي التجاوز الخطير هذه النصائح والارشادات الهدف منها هو تعزيز السائق في تفادي حوادث المرور التي تعرض لزايد المسلمين هنا باش نحافظوا على ارواح مستعملي الطريق ومرافقهم هناك بعض النقاط مقدور على مستوى هذه المرويه يقراها السائق ويعمل بها اداء القياده في تفادي هذه حوادث المرور في إطار العمليات التحسيسية التوعوية بالشراكة مع الدرك الوطني نظمت أمن ولاية عنابة على مستوى الحجز الأمني الثابت بزارورة وبالتحديد الطريق الوطني رقم 16 حملة توعوية لفائدة مستعملي الطريق من مختلف الأوزان تحت شعار المطر نعمة لا تجعله بسياقتك المتهورة نقمة وهذا لتفادي حوادث المرور خاصة في ظل اضطرابات جوية تم من خلالها توزيع عدة مطويات على مستعملي الطريق سواء الوزن الثقيل والخفيف تتضمن عدة توصيات وإرشادات منها تفادي السرعة المفرطة والتجاوز الخطير أثناء تساقط الأمطار وهبوب الرياح والثلوج احترام مسافة الأمان التأكد من صلاحية المركبة خاصة الأضواء الأمامية والخلفية مساحة الزجاج العجلة المطاطية السياقة بالحيطة والحذر في الفترة الليلية أثناء الضباب وهبوب الرياح وتساقط الأمطار والثلوج هذه العملية الهدف منها توعية السائق لتفادي حوادث المرور بجميع أنواعها خاصة المميتة أو الجسمانية المادية هذه العملية تبقى متواصلة ومستمرة والهدف منها دائما هو توعية السائق ومستعمل الطريق لتفادي هذه الحوادث الخطيرة.